ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وافضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنستقبل مع بعض دورة كتاكيت فيومي بيور على بلدي. هنشوف مع بعض الاول الاسعار، لان الاسعار عالية بطريقة رهيبة. يعني انا اتصدمت اقسم بالله من اسعار الكتاكيت لما رحت عشان اجيبهم من المعمل. اتصدمت من الاسعار، انا كنت حاجز بسعر ولما رحت عشان اجيبهم لقيت السعر مختلف نهائي عن السعر اللي انا حاجز بيه. ده اللي احنا بقى هنعرفه مع بعض دلوقتي. انا كنت حاجز من يوم الخميس، حاجز 20 كتكوت في يومي و5 كتاكيت بلدي. كان الكتكوت عامل 4 جنيه، قلت مش مهم اجيب لي دورة اربيها. المهم رحت علشان اجيبهم النهاردة اللي هو السبت، لقيت الاسعار اختلفت نهائي عما انا كنت حاجز. طبعا انا كنت حاجز ودافع عربون، لقيت اني الكتكوت بقى ب5 جنيه. ده بالنسبة لسعر الكتاكيت الفيومي، اما البلدي بقى ب4.5. تمام. لقيت بقى اسعار هناك غريبة، لقيت الساسو عامل 9.5 جنيه، لقيت الابيض عامل 13.5. بصراحة الأسعار رفعت مرة واحدة. كانت الأسعار بقالها فترة نازلة شوية، يعني أنا كنت سائل قبل، يعني قبل ما أشتري ما أفكر حتى إن أنا أشتري، كان الكتكوت عامل 3.5 جنيه اللي هو البلدي، وكان الفيومي عامل 4 جنيه. لما رحت أشتري طبعا برضو لقيت السعر عالي، قول 0.5 جنيه ولا حاجة. المهم لقيته مرة واحدة الكتكوت بعمل 5 جنيه. طبعا هما ملمومين تحت بعض لأن أنا رافع اللمبة على ما أصور بس. المهم بقى هنشوف دلوقتي هنستقبلهم ازاي مع بعض علشان نضمن ان الكتكوت يبقى كويس وما فيهوش اي حاجه. الكتاكيت كلها نشط بتجري اهي تنشيطه، ما فيش اي حاجه. وما طبعا علشان انا رافع اللمبه من عليهم، فطبعا الجو بدا ان هو يبرد عليهم شويه. بس الكلام ده بقى عما يعني اخلص الفيديو خالص وبعد كده هنزل لهم اللمبه تاني. يلا بقى كده بسرعة، عايز لايكات كتير جدا على الفيديو دوت، وياريت نصلي على الرسول، وياريت بقى ما تنسوش اللايك على الفيديو، وياريت تعملوا اشتراك للقناة علشان القناة تبدأ ان هي تكبر بيكم. وما تنسوش لما تعملوا اشتراك للقناة تفعلوا زر الجرس للكل علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم الاشعار بتاعه، وتابعوا بقى معايا الفيديو للاخر. طيب انا دلوقتي لما رحت جبت ايه؟ انا جبت 19 كتكوت فيومي وجبت 5 بلدي، وحجزت برضو 10 كتاكيت رزي بحيث ان انا اجيبهم قرب بيهم برضو، لان انا حابب ان انا يكون عندي كمية برابر لانتاج البيض. طبعا معروف ان الفيومي ما شاء الله عليه في انتاج البيض حاجة كده فل الله اكبر. وكمان انا سمعت ان الفيومي الغامق دوت احسن من الفاتح، يعني بيكون الواناتهم زي ما انتم شايفين كده الواناتهم جميلة جدا ما شاء الله عليهم. طيب هنشوف بقى مع بعض احنا طبعا استقبلناهم ازاي. انا استقبلتهم على محلول معالج جفاف. طبعا السقاية هي تبين المية اللي فيها لونها اصفر. محلول معالج جفاف دوت بيجي من عند الصيدلية البشري بتاعتنا. اللهم صل على النبي. طبعا العلف هو علف تركيز 23%، واللمبة 100 واط، والكرتونة مساحتها حلوة مش وحشة. فرش لهم قماشة كده، هبدأ ان انا اغيرها لهم كل يومين، لان طبعا الكمية كبيرة. عم اجهز لهم المكان اللي فوق الصندوق الكبير اللي فوق، والاقي كده نشارة، لاني انا مش لاقي خالص نشارة عندنا، ولا لاقي حد حتى بيبيع قش عندنا، لان انا يعتبر مدينة مش قرية. تمام. دي كده بالنسبة للحاجة. تاني حاجة بقى اللي انتوا لسه ما تعرفوهاش، ان انا جبت من عند ام فارس، ربنا يبارك لها يا رب في طيورها وفي حاجتها، العسل ده. العسل دوت ام فارس بقى اللي هتقول لنا في التعليقات ان شاء الله. العسل دوت كتكوت يا رب بس يكون واضح معاكم. زي ما انتم شايفين هو في سروال في رجله، بس الاضاءه مش موضحه، حاول ان انا اوضحه لكم اهو. دوت فيتنامي في قطني، او فيتنامي في برهمه. انا بقى لسه مش عارف بصراحة الكتكوت ده ايه. اهوت كده واضح معاكم اهو الكتكوت دوت. انا بصراحة وعجبني جدا، وده في الغالب هيبقى بيتنامي في قطني، بس بصراحة لسه برضه مش متأكد. فمن اللي هيفيدنا في الموضوع ده بقى ام فارس. جبت ايه تاني من عند ام فارس؟ هو راح فين؟ جبت الكتكوت ده اهو. الكتكوت ده فيومي
في هندي، هجين فيومي في هندي. وفي كتكوت بقى التالت ده، الكتكوت ده كتكوت هندي بيوش، جبت من عند ام فارس 3 كتاكيت اللي زي العسل دول. طبعا انا برضو حاطط معاهم القطن يا همت، القطن طبعا ما شاء الله بدأ ان هو يكبر ويبان معايا زي ما انتم شايفين كده، حاجة بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه. دوت القطن. طيب هنتعامل بقى معاهم ازاي؟ طبعا انا بغطي الكرتونة علشان طبعا الجو هوا، حتى في الشقة انا بحس بسقعة وانا قاعد، فلازم ان انا اوفر لهم التدفئة. هما دلوقتي كلهم متجمعين تحت اللمبة، لان اللمبة انا رافعها علشان لما بنزلها ما بتوضحش في يعني ما بتوضحش شكل الكتاكيت في التصوير قد كده. المهم انا انصح اي حد لما يجي يشتري كتاكيت في يوم يشتري اللي هي الكتاكيت البنية دي، والله احسن 100 مرة. يعني انا هوريك كتكوت تاني اللي هو بيكون بقى شكل الفيومي العادي اللي احنا بنشتريه اللي هو الذهبي، مش عارف هو راح فين. المهم هو بيبقى شكل الكتكوت ده كده، تمام. هو ده كتكوت بلدي اصلا، يعني حتى هتلاقوه شكل الكتكوت اللي هو اللي انا جايبه من عند ام فارس. هو راح فين؟ كده بتختص تروح فين انت يا عم الحاج؟ انت يا عم الحاج انت فين؟ بكلمك اهو زي ما انتوا شايفين الكتكوتين مقربين شويه لبعض، تمام. برغم ان الكتكوت ده هو بلدي، بس في ناس كتير بتحب تجيب الفيومي اللي هو المنقرش ده، ما بتحبش تجيب البني، برغم ان البني احسن 1,000,000 مرة كتسمين، وفي نفس الوقت اللهم صل على النبي كإنتاج للبيض برضه. يعني أنا عرفت من حد قريب مني جدا اللي هو طبعا حسن صاحب قناة منوعات وطيور حسن، قال لي إن الكتاكيت ديت ممتازة في البيض لدرجة إن كان عنده فراخ وتبيض بيض بسفرية. أنا هو جرب الكتاكيت اللي هي البني ديت الفيومي دي، لو معايا صورة هنزلها لكم في الفيديو، لكن أنا معرفش لسه شكلها بصراحة ما بتكبر بتبقى عاملة إزاي. بيقول ان هي في البيض ممتازة جدا لدرجة ان كان عنده فراخ بتبيض بيض بصفرية. فانا طبعا عايز كمية فراخ بيضة، وفي نفس الوقت انا جبت 5 بلدي هتلاقوهم هما جنب بعض كده، 3 كده 3 4 5، 5 كتاكيت بلدي اهم يطلعوا بقى برابر، يطلعوا ديوك. المهم ان انا ناوي ان شاء الله لو ربنا اكرمني والدوره دي كبرت على خير ان انا هسيب ديك بلدي بقى للسطح، والديك الهندي والفرختين الهندي بتوعه هبدا ان انا اعمل لهم عشه واحطهم في العشه، لان بصراحه انا متبهدل الفتره دي جدا من الديك الهندي، بيفضل يجري ورايا وبيفضل يعض فيا. المهم هو ما بيطقنيش ليه ما اعرفش. فاللهم صل على النبي بقى هبدا ان انا اربي اعمل لنفسي يعني يبقى مع فستان ديك بلدي او ديك فيومي على حسب طبعا ما يطلع لي، او على حسب ربنا ما يكرمني منهم. هبدا ان انا اسيب علشان ان شاء الله لما يكبرهم يديك يكسر على الفراخ، ابدا بقى ان انا ارقد من البيض بتاعهم، وما انتش اشتري كتاكيت تاني من بره نهائي. انا من الناس اللي ما بتحبش تشتري طيور عامه، بحب دايما ان انا لما بحتاج طيور بسيب انتاج من الطيور اللي بتطلع عندي. فعلشان كده باذن الله هربي معاكم دولت وهسيب منهم ديك بقى للتكسير وللفراخ. المهم انا زي ما قلت لكم استقبلتهم على محلول معالج الجفاف، وبعد كده هبدا بقى معاهم. هجيب لهم تاني يوم من اول يوم استقبال هجيب لهم اللهم صل على النبي رافع مناعه، وهجيب لهم مضاد حيوي. هدي لهم رافع مناعه سقوه لمده 8 ساعات بالنهار، وسقوه مضاد حيوي 8 ساعات بالليل لمده اسبوع لحد ما يسبعوا معايا. طبعا هفضل بقى استعمل لهم حاجات طبيعيه. مفيش عندكم رافع مناعه او مضاد حيوي؟ نبدا ان احنا عادي ممكن نفضلهم نعصر لهم ليمون على السقايه، يعني سقوه ليمون في يوم، وسقوه يعني نحط لهم معلقه خل على السقايه في يوم. طبعا السقايه دي صغيره جدا انا جايبها من عند الدكتور البيطري وانا هناك. وبس كده هو ده كان فيديو النهارده، عشان ما اطولش عليكم يا ريت بقى تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده تحت في التعليقات، وتدعوا لي ان ربنا يكمل الدوره دي على خير. واللي حابب طبعا يستفسر عن اي حاجه سيبها لي تحت في التعليقات، ويا ريت تكونوا عملتوا لايك واشتراك للقناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير.